أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم من فلسطين. مصاعب ومتاعب جمة يواجهها الفلسطينيون بشكل عام وفي قطاع غزة بوجه خاص بسبب المعاناة الاقتصادية وارتفاع الأسعار المستمر. هذه المتاعب تزيد من وطأتها على كاهل العمال والأسر الفقيرة، سيما المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، رفضاً لتأخر صرف المستحقات المالية لمنتفع الشؤون الاجتماعية، وهو تأخر مستمر منذ نحو 10 أشهر. من أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل بقطاع غزة وبتنظيم من مجلس العمال بحركة فتح ساحة غزة، احتشد عشرات المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس احتجاجا على عدم صرف مخصصاتهم المالية منذ مطلع العام الماضي. ننظم اليوم مجلس العمال بلجنة المرأة العاملة وقفة تضامنية مع الأخوة والأخوات والأسر منتفعي الشؤون الاجتماعية التي يقارب عددهم ما يقارب 12,000 أسرة منتفعة من الشؤون الاجتماعية على شتى المحافظات الشمالية والجنوبية. وتعيش هذه الأسر حالة من فقدان الأمن الغذائي وعدم القدرة على توفير العلاج، خاصة لفئات الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تراكم الديون، حيث ألقى تأخر الصرف بظلال كارثي على أوضاعهم الحياتية واليومية. صار لي سنين بسعى عشان أخذ الشؤون، طبعا أخذنا شؤون فقط مرة في السنة، يعني بس سنة 2021 بس مرة، ما أخذناهاش مرة تانية، وأنا طبعا بوديه على مدرسة خاصة، فمحتاج الولد مصاريف، محتاج يروح على مركز. أنا جوزي عايش على البخاخات، دار زينكو، وكل غرقت، شق الشؤون من شهر رمضان اللي فات اليوم اخذناها، و13 نفر مضموم انا في شق الشؤون، 13 نفر وشهد علي الله، اللقمه احنا ما لاقيينها، جوزي ما اشتغلش، صار يخسر كلها جوزي من جديد، بعد البخاخات، كيف بدنا نعيش؟ وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها سكان قطاع غزة، تستمر السلطة الفلسطينية في المماطلة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها، ما ينعكس سلبا على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة. شروق حرارة، قطاع غزة. وحول هذا الملف ينضم إلينا عماد كتكت، أمين سر نقابة العمال بحركة فتح ساحة غزة. مستحقات متأخرة منذ 10 أشهر لمنتفع الشؤون الاجتماعية، لماذا وأي أسباب تقدمها هيئة الشؤون الاجتماعية بشأن هذا التأخير سيد عماد؟ مساء الخير لك وللسادة المستمعين، مساء الخير لكل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده. يمكن قضية مستحقات الأسر الأشد فقرا للموضوع الشؤون الاجتماعية انه عدم صرف هذه المخصصات لتلك هذه الأسر في قطاع غزة يفتقر لأي مبرر او منطق قانوني او إداري، بما انه هناك قانون للقضايا الاجتماعيه، لانه هذه الفئه هي الاشد فقرا في المجتمع الفلسطيني. هناك تلكؤ من السلطه في صرف هذه المخصصات، لانه ما يقارب 10 شهور وهذه الاسر تنتظر مستحقاتها من قبل السلطه ومن قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه، إلا أنه كان بإمكان هذه السلطة اللي قاعدة بتقدم مبررات واهية، كان بإمكانها أنه توفر إمكانيات إسوة بموظفين السلطة أو بالموازنات التشغيلية.
فهذا أدى إنعكاس خطير في المجتمع الفلسطيني وخاصة لهذه الأسر المحتاجة، حيث أنه أصبحت هذه الأسر تعاني من حالة الفقدان الأمن الغذائي وعدم القدرة على توفر الحد الأدنى، وأصبحت هذه الأسر تختلط فيها كل مشاعر الحزن والغضب وقلة الحيلة، لأنه هذا استحقاق. وهذه الناس تعودت أنه كل 3 إلى 4 شهور هناك استحقاق بينزل إلها. الآن على مدار 10 شهور والأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعاني، حيث أنه تقريبا ما يقارب 74 ألف حالة في قطاع غزة هي تنتظر مخصصات الشؤون من حوالي 10 شهور. سيد عماد، أيضا خلال الوقفة الاحتجاجية دعوتم إلى ضرورة دفع مستحقات الأسر المختلفة خاصة الأسر الفقيرة، بعيدا عن الاعتبارات السياسية التي وصفتموها بالمشحفة واتبعتها وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله في دورتها الأخيرة. ما هي تلك السياسات وأسبابها؟ بداية احنا في مجلس العمال ساحة غزة، طبعا احنا طبعا هذه الوقفات الاحتجاجية انه احنا عندنا توجه في تيار الإصلاح الديمقراطي في مجلس العمال انه احنا وين في قضايا مطلبية باتجاه ابناء شعبنا سنكون في الصف الاول من اجل انتزاع الحقوق. الحقوق مع حكومة رام الله اصبحنا انه احنا اصبح كل قطاع غزة يعاني من الأداء وغياب المساءلة والمحاسبة لدى السلطة، اللي بيجعل انه كل ابناء شعبنا يعاني من هذه من 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 هذا السلوك وهذا الفساد اللي الاداري. لانه احنا كمان في مجلس العمال في ساحة غزة سنكون دوما مع كل ابناء شعبنا في كافة القضايا المطلبية، وخاصة موضوع الشؤون، لانه موضوع تأخير الرواتب لموضوع الشؤون ادى انعكاسات على كمان على العمال وعلى الطبقة العاملة، كمان زود موضوع البطالة في المجتمع الفلسطيني، ما فيش أمن اجتماعي. نعم. ما فيش أمن وربما وظيفي. يحاول تيار الإصلاح الديمقراطي أن يعالج مثل هذه الأمور أو يساعد في حل هذه الأمور عما قريب. سيد عماد كتكوت، أمين سر نقابة العمال بحركة فتح ساحة غزة، شكرا جزيلا لك. قضية الأسرى هي ثابت أساسي من الثوابت الوطنية، هذه الحقيقة هي نهج ثابت لتيار الإصلاح الذي يواصل النضال لنيل حقوق الأسرى الفلسطينيين. ولعل الجهد الكبير الذي يشارك به التيار في هذا الإطار يمثل خير سند للأسرى وتشجيعا للحملات الشعبية والدولية للاحتجاج على سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، وهو ما تجسد في الوقفة التضامنية التي شارك فيها ملف الأسرى باللجنة الاجتماعية بحركة فتح بمحافظة رفح للتضامن مع الأسرى. دعما وإسنادا للأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية، نظمت اللجنة الاجتماعية بحركة فتح هذه الوقفة التضامنية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة. نشارك اليوم نحن في التيار الإصلاحي في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع أسرانا البواسل من هنا من أمام مقر الصليب الأحمر، وإسنادا ودعما لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال وخاصة المرضى منهم الذين يواجهون حرب حقيقية شرسة ضمن برامج تنكيلية ممنهجة من قبل الاحتلال وإدارة سجونه. يأتي هذا الدعم بعد إعلان الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ورفضاً للعقوبات الإسرائيلية بحق الأسرى. أسرانا توحدوا بأن يكون هناك تصعيد، إضراب عن الطعام، أيضاً مضربين عن خروج الفورة، فهذا الصمود الأسطوري نحن نعتز ونفتخر به. كل احترام لكم أسيراتنا وأسرانا، وإن شاء الله قريبا تشرق شجرة الحرية وشمس الحرية. في ظل غياب العدالة الدولية عن المشهد الفلسطيني تزداد هيمنة الاحتلال وتزداد معها معاناة الأسرى الذين باتوا يدركون أن بالعزيمة تنتزع الحرية. أهواز حمدان، غزة، فلسطين.
على الهاتف ينضم إلينا سامي أبو نحل مسؤول ملف الأسرى في حركة فتح ساحة غزة. مساء الخير على حضرتك، لماذا اخترتم مقر الصليب الأحمر كمرتكز لهذه الوقفة، وكيف نستثمر هذه المقاطعة لتحقيق ما نصبوا إليه من مكاسب للأسرى الفلسطينيين في معركتهم لنيل الحرية بالطبع؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا، وتحية لأصدقاء البورصة داخل السجون في أعرائهم. طبعا كما ذكرنا موضوع الأسرى هو ثابت رئيسي وأساسي في تاريخ قضيتنا الفلسطينية، لما له من أهمية ولما يقدموه من تضحيات عظام لأجل حرية شعبهم، أبناء شعبهم، بل وحرية الأمة جمعاء. اخترنا احنا نحن هنا في التيار الإصلاحي طبعا نتواصل كل أسبوع بالحملة أو بالوقفة التضامنية الداعمة لأسرانا البواسل من أمام مقر الصليب الأحمر. ولماذا نقول مقر الصليب الأحمر؟ الصليب الأحمر كأحد المؤسسات الدولية والمعنية بالأمور الإنسانية وأمور حقوق الإنسان لتكون نقطة انطلاق من الإعلام أو من أمام المقر ليصل صوت الناس وصوت الأسرى ومعاناة الأسرى للعالم. الصليب الأحمر هو أحد المؤسسات السيادية الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان والتي تتغنى بالديمقراطية والتي تنادي بالديمقراطية والتي هي من المفروض أن تنفذ القرارات التي خرجت وأصدرت عن الهيئات الدولية بالنسبة للأسرى وبالنسبة لحقوق الإنسان. لهذا السبب تقريبا نحن نكون جل اعتصاماتنا طبعا من أمام مقر الصليب الأحمر كعنوان ثابت وأسبوعي. سيد سامي أبو نحل مسؤول ملف الأسرى في حركة فتح ساحة غزة، شكرا جزيلا لك. على اختلاف الأمكنة والجغرافيا، ثمة وجود للشعب الفلسطيني وساحات الإصلاح الديمقراطي تتسع في أنحاء عدة لخدمة المواطن الفلسطيني، حيث كان ومن أحد أهم تلك الساحات هي ساحة التيار في مخيم نهر البارد بلبنان، والتي تسعى لتقديم الدعم المستمر للفلسطينيين هناك. واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يمكن وصفه، فقر وبطالة وأوضاع معيشية صعبة إثر الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات. تيار الإصلاح الديمقراطي وضع على عاتقه دعم ومساندة اللاجئين داخل المخيمات وتعزيز صمودهم من خلال مشاريع إنسانية وإغاثية. تواصل قيادة تيار الإصلاح بجهود القائد محمد دحلان تقديم المشاريع التنموية داخل المخيمات وإنارة الشوارع بالتعاون مع السلطات المحلية فيها. يعمل التيار الإصلاحي في لبنان على تعزيز التعاون من أجل مصلحة أبناء المخيمات وتوطيد الروابط الاجتماعية من خلال تبادل الزيارات والمشاركة في حل الأزمات وبناء علاقات متينة مع منظمات المجتمع المدني اللبنانية، ليثبت لهم أن خدمة أبناء الشعب الفلسطيني هي مسؤولياته التي يواصل الليل بالنهار لتقديمها على أكمل وجه. لقناة تن شروق حرارة. وحول هذه المبادرات ينضم إلينا أيمن الحاج أمين سر شعبة تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح في نهر البارد في لبنان. سيد يعني أيمن، قدمتم العديد من المشاريع الإغاثية للفلسطينيين في مخيمات لبنان، كنتم مساهمين ببعض المشروعات التنموية في المخيمات، ما هي هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها ساحة لبنان لخدمة المواطن الفلسطيني في هذا البلد؟ شكرا على الاستضافة. نحن في تيار الإصلاح الديمقراطي في منطقة الشمال وبالأخص في مخيم نهر البارد، ولدينا لجنة اجتماعية هي على مسافة واحدة من جميع أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد، وهذه اللجنة هي على تواصل دائم مع جميع شرائح المجتمع وتقوم بالعديد من الأنشطة، إن كان على موضوع إقامة ندوات من أجل معالجة آفة المخدرات، وحتى لدينا لجنة صحية تقوم بمعالجة العديد من مدمني المخدرات
وهذه اللجنة أيضا تقوم بمشاريع إنمائية في مخيم نهر البارد، وقامت بالعديد من هذه المشاريع، إذا كان من ناحية إنارة الشوارع وصب الطرقات والمحافظة على المقابر وتقديم العديد من المساعدات العينية والاجتماعية لأبناء شعبنا في مخيم نهر البارد. وهذه اللجنة أصلا اللجنة الاجتماعية هي تقوم بزيارات دائمة لكبار السن، تدعم الجمعيات الخيرية، الأندية الرياضية المستقلة دائما على تواصل معهم. حتى هذه اللجنة الاجتماعية أن إلى تقريبا العديد من الزيارات تشارك أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد في أفراحهم وفي أطراحهم، كما تقوم بدعمهم في على صعيد ما أنت كما تعرفون الأدوية والطبابة وهذه الأمور بظل الحالة الاقتصادية الصعبة. نعم. تقف إلى جميع أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد وتمد لهم يد العون. نعم. في على عدة أصعدة. سيد أيمن، تيار الإصلاح الديمقراطي يعمل على صناعة رأي عام داخل المخيمات يؤكد التمسك بالحقوق الفلسطينية وثوابت وأدبيات حركة فتح التي يجسدها التيار في ممارساته ومواقفه الوطنية. كيف ساهم ذلك في تمسك الشباب الفلسطيني داخل المخيمات بقضيته وهويته؟ يمكن هاي مياه سؤال مهم. حتى احنا على صعيد تيار الإصلاح الديمقراطي في مخيم نهر البارد يعني معظم الذين ينتمون الى التيار هم من الفئة الشابة، يعني تقريبا اغلب الشباب الموجود عندنا تقريبا من الفئة الشابة، ودائما يعني احنا على طول في عندنا بالنسبة للشباب في عندنا ندوات توعوية حول القضية الفلسطينية، حول فتح، ما هي فتح، ما هو النظام الداخلي لفتح. والحمد لله رب العالمين، يعني على مدى سنوات قليلة يمكن أثبت تيار الإصلاح الديمقراطي في مخيم نهر البارد وفي منطقة الشمال، يعني جميع أبناء شعبنا التفوا حول تيار الإصلاح الديمقراطي لأنه شافوا العمل اللي عم بقوم فيه، عمل يقوم بعمل بمصداقية تامة ويقف إلى جانب جميع أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة انتماءاته، يعني لا ما في تمييز، يعني حتى بالمساعدات العينية بأي شيء بقوم فيه ما بيميز بين هاي الفئة وهاي الفئة. عشان هيك الحمد لله احنا يعني لنا شعبية قوية جدا في منطقة الشمال وفي الأخص في مخيم نهر البارد. نعم. سيد أيمن الحاج، أمين سر شعبة تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح في نهر البارد في لبنان، شكرا جزيلا لك. أكثر من 600 موظف وموظفة تزداد معاناتهم منذ 7 سنوات عجاف، وهم الموظفون الذين تواصل السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم رغم قرارات المحكمة العليا القاضية بإعادة الرواتب المقطوعة منذ سنوات، مشكلة تضيف عبئا إلى أعباء هذه الفئة المثقلة بالديون والهموم. لسبع عجاف ولا تزال السلطة الفلسطينية تواصل سياسة قطع رواتب الموظفين بدون سبب وبشكل غير قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا التي قضت بإعادة الرواتب المقطوعة منذ سنوات. ومنذ تلك الفترة يتساءل المتضررون في بداية كل عام جديد عن مصير استمرار سياسة التفرد وقطع الرواتب، إذ إن السلطة لا تزال مصرة على تجاهل مطالبهم وتتعمد عدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا القاضية بإعادة رواتبهم، ليجدوا أنفسهم أمام مخاوف جمة ومستقبل مجهول. بدورها أكدت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم أنها بصدد أخذ قرار بإعادة تفعيل الحراك المطلبي بشكل موسع وكبير، ودعت جميع الجهات المعنية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية الأخلاقية والعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة. يرى مراقبون فلسطينيون أن المعاناة التي خلفتها جريمة قطع رواتب لأكثر من 600 موظف وموظفة تزداد، وترفع معها وتيرة الغضب عند كل من لحقه الضرر المادي والمعنوي جراء جريمة قطع رواتبهم، وليس مطلوبا منهم الصمت على جريمة قد فصل القضاء فيها وأصدر قراره. دعا أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم عماد أبو طه الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية
مع العمل على إيجاد مدخل لحل لأزمة قطع الرواتب. وفي تصريحات لبرنامج من فلسطين أشار أبو طه إلى أن المعاناة التي خلفتها جريمة قطع الرواتب لأكثر من 600 موظف وموظفة تزداد مع مرور الأيام. اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم كان لديها سلسلة من الفعاليات، بدأناها بالتواصل مع ممثلين السلطة في غزة وهيئات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية والحقوقية في غزة، وتوجهنا لهم برسائل عدة، ومن ثم توجهنا إلى ممثلين السلطة في غزة وأعضاء المجلس التشريعي، الوزراء القادمين من رام الله، كل هذه الشخصيات وكل هذه المؤسسات بعثنا لهم برسائل بأن هناك جريمة اسمها جريمة قطع الرواتب يستوجب وضع حلها. ومن ثم قدمنا رسائل لسفراء الاتحاد الأوروبي، بعثنا رسائل للأمم المتحدة، يعني كل السبل اللي المفروض تتبعها اللجنة المطلبية لإعادة الرواتب مشينا فيها، ما ضلش شيء. آخر إجابة كانت من سفراء الاتحاد الأوروبي بأنه يعني نحن نتابع القضية، وسألونا بعض الاستفسارات عن عدد المقطوع رواتبهم والحيثيات التي قطعت على أثرها الرواتب والوقت من متى تم قطع رواتب هذا العدد، وكان استهجان منهم، وعدونا بتقديم حلول في القريب العاجل، وإحنا عندنا برنامج حنكمل فيه، يعني مش راح ننتظر لا إجابة من الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، عندنا برنامج للجنة المطلبية حنكمل فيه في الأيام الجاية. تقريبا من 8 أو من 9 سنوات، في البداية كانت قطع الرواتب بأعداد كبيرة، يعني كان كل مرة كل شهر يتم قطع 100 أو 150، بعد هيك في السنتين أو الثلاث سنوات آخر سنتين أو ثلاثة كان قطع الرواتب بيصير على دفعات صغيرة، يعني 5 أو 4 أو 7 كل شهر، على أساس أنه ما تنعملش قضية رأي عام ويصير ضجة في الشارع وأنه في ناس بتنقطع رواتبها، يعني العدد زاد من 300 ل600 بدون ما حدا يشعر فيه. هذول اللي هم المقطوعين على خلفية اللي هي الرأي الآخر أو مخالفة الرأي السياسي أو زي ما بيحكوا في رام الله اللي هو التجنح. وللمزيد حول هذه القضية ينضم إلينا عبر سكايب صلاح عبد العاطي، مدير مؤسسة حشد لحقوق الإنسان. سيد صلاح، أهلا بك معنا عبر شاشة قناة وبرنامج من فلسطين. سنوات ولا تزال أزمة المقطوعة رواتبهم مستمرة، ألم تكن هذه الفترة الطويلة مستمرة لعلاج الأزمة؟ وما العائق الذي يحول من دون حل الإشكالية الكبرى والمؤثرة على حوالي 600 عائلة بالكامل؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. نعم، هذه قضية رأي عام فلسطيني، وهي انتهاك خطير لحقوق الإنسان باعتبارها جريمة مركبة. أول أشكال هذه الجريمة هو الافتتات على القانون الأساسي وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن وقانون الخدمة المدنية وحتى قانون التقاعد العام، أي مخالفة لكل التشريعات التي تنظم الوظيفة العمومية، فلا يوجد في القانون الفلسطيني ما يعرف بقطع الرواتب، ولكن الرئيس الفلسطيني والحكومة تبعت أو ابتدعت هذا الشكل من أشكال الانتهاك لتضيف معاناة خاصة للموظفين العموميين، وخاصة على خلفية الرأي والتعبير، والذين ناصروا اتجاه سياسي أو أيا كانت حرية رأيهم وتعبيرهم واعتراضهم على أداء وأيضا السياسات التي اتبعتها السلطة بشأن قطاع غزة من تمييز جغرافي وإجراءات عقابية بشكل عام. والجريمة الثانية التي ارتكبتها السلطة بأنه لم تنظر في هذه في كل هذه الادعاءات، بل استمرت في عملية قطع الرواتب ولم تكترث إلى كل النداءات الدولية والمؤسسات الحقوقية والمتابعات والشكاوى التي تمت، وحتى نداءات الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة من بينها مجلس حقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كل ذلك هذه الضغوط لم تكترث لها. وعندما توجه الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى القضاء وحصلوا على أحكام قضائية تطالب بإرجاع رواتبهم وبأثر رجعي، للأسف الشديد استمرت السلطة في ارتكاب جريمة أخرى هي إنكار العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، رغم أن الامتناع عن أحكام القضاء جريمة يوجب القانون الفلسطيني العزل على أساسها ويوجب أيضا المحاسبة. وبقية من الأحوال
القانون سيد صلاح، اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم أعلنت قبولها دخول وسطات من جهات رسمية أو غير رسمية لإنهاء هذه المشكلة والاحتكام لقرارات القضاء الفلسطيني. ما هي أبرز المستجدات في تلك الوسطات إن كانت موجودة في الوقت الحالي؟ لا يوجد للأسف الشديد جهود جدية أو اكتراث. هناك رسائل تمت من الهيئة الدولية ومن غيرها من المؤسسات الحقوقية، وهناك متابعات على مستوى الشكاوى، وهناك إصدارات ومواقف، وهناك ورشات عمل ولقاءات. وكما ذكر أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، نعم كل الحراك الدولي والمحلي تم، ولكن هناك عدم اكتراث من الرئيس الفلسطيني في ملف قطاع غزة بوقف الإجراءات العقابية ووقف سياسة التمييز على أساس جغرافي وإرجاع المقطوعة رواتبهم. لم يبقى أمام هؤلاء الموظفين إلى التوجه للقضاء الدولي باعتبار أن هذه جريمة ضد الإنسانية وشكل من أشكال العقوبات الجماعية والكيد السياسي والانتقام من الخصوم السياسيين التي سيساءل عنها المسؤولين الفلسطينيين في يوم ما. نأمل أن يكون هناك أيضا ضغط مستمر شعبي وقانوني من الكل الوطني الفلسطيني من أجل وقف هذه السياسات وضمان إرجاع حقوق هؤلاء الموظفين وبعث الرجعي. نعم، سلمتم رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي مذكرة مطلبية لتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا التي قضت بعودة مئات الرواتب التي تم قطعها خلال السنوات الماضية. ما هي ردة الفعل أو ردات الفعل التي وجدتموها من تلك البعثات؟ في كل المتابعات والمراسلات التي تمت كان هناك استجابة وإدانة لهذا السلوك، بل إدانة علنية لسياسة قطع الرواتب والعقوبات الجماعية ومطالبة للسلطة بوقف مثل هذه الإجراءات. للأسف الشديد هناك ضغوط، السلطة تسجل أسوأ فصول وسجلات انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها جريمة قطع الرواتب وأيضا الاعتداء على الحقوق والحريات، واليوم تسجل بأنها الدولة الثالثة عربيا في مجال الاستبداد باعتبار أن هناك تغييب لعمل كل المؤسسات الوطنية والدستورية وغياب لمبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات. واستمرار هذه الجريمة سينتج بقطع علاقات السلطة مع العديد من الدول العربية والدول الأوروبية وحتى الأمم المتحدة التي تضغط باتجاه احترام حقوق الإنسان. جميعنا يتطلع إلى عودة حقوق هؤلاء الموظفين العموميين وضمان احترام حقوق الإنسان، وبتقدير هذا لن يتأتى إلا بإجراء انتخابات شاملة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني. لحينها مطلوب تحييد حقوق الموظفين العموميين والمواطنين عن المناكفات السياسية وضمان عودة رواتب هؤلاء الموظفين لهم، لأن هذا الراتب ليس حقا لهم فقط وإنما لهم ولعائلاتهم. فعملية الإفقار التي تتم لموظفي قطاع غزة عبر سياسة قطع الرواتب وخصم الرواتب هي جريمة بنص القانون الأساسي لا تسقط الدعاوى المدنية والجنائية الناجمة عنها بالتقادم. سيد صلاح عبد العاطي مدير مؤسسة حشد لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في برنامجنا من فلسطين. إلى هنا مشاهدي الكرام نصل مع حضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من فلسطين، على وعد بلقاء قريب في حلقة قادمة، انتظرونا إن شاء الله.